وللمزيد ينضم إلينا من ريف درعا عضو تجمع أحرار حوران الصحفي مهند الحوراني. سيد مهند، أهلا بك في بادئ الأمر. هل من تغييرات أو تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالمعارك في مدينة درعا، لا سيما في محيط المنشية؟ أهلا بك أخي الكريم، وتحياتي لك والسادة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة التطورات الميدانية في حي المنشية بدرعا البلد هي تطورات متسارعة. انقلب السحر على الساحر اليوم في حي المنشية بدرعا البلد. قوات النظام حشدت منذ يوم أمس واستخدمت عدة دبابات ومدرعات وعناصر من ميليشيات حزب الله وميليشيات أفغانية في محاولة منها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها فصائل الثوار مؤخرا في مدينة درعا وحي المنشية خصوصا. هذا الهجوم انقلب على النظام، حيث بغت فصائل الثوار حاجز السنفور في حي المنشية بدرعا البلد، ودكته بعربة مسيرة تم تفجيرها عند وصولها للحاجز، مما أدى إلى اقتحام هذا الحاجز وتقدم عناصر الثوار داخله، ما يسمح لهم بالتقدم قطاعات عدة فيها قطاع الدادة في محيط حية وسط في الغارات محيط الروسية لم يصل صوتك مهند، في محيط ماذا؟ في محيط قطاع الدادة الذي لا تزال قوات النظام تدور اشتباكات عنيفة فيه حاليا. حقيقة الاشتباكات الآن انخفضت وتيرتها مع ساعات الليل. الغارات الروسية اليوم حاولت وقف تقدم الثوار في درعا، تحدث اليوم عن 19 غارة جوية روسية على أحياء درعا البلد، 29 برميل متفجر. يعني لو أجملت لك على عجالة القصف الروسي الذي استهدف اليوم مدن وبلدات درعا، نتحدث اليوم عن 10 شهداء مدنيين هم ضحية القصف الروسي على نعم، مدن وبلدات درعا، توزعوا على مدينة بصر الشام جراء القصف الروسي بثمان غارات جوية، وكذلك بلدة أجيزة بالطيران الروسي الذي ألقى برميلين متفجرين، سقطت هناك امرأتين وعدد من الجرحى. وهنالك أيضا درع البلد 4 شهداء توزعوا في أحياء درع البلد وأثناء في حي طريق صد جراء الغارات الروسية. هذا القصف الذي يهدف ضعاف الحاضنة الشعبية للثوار والنيل من عزيمتهم لم يفلح في وقف تقدم الثوار في حي المنشية. الغارات الروسية استهدفت مدن وبلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن حي المنشية، لا هدف عسكري من هذه المواقع، هم يستهدفون أبنية سكنية. الغارات الروسية تتركز بشكل رئيسي على المدنيين. مدن وبلدات هي تعتبر حاضنة وملجأ ايوه يهرب إليه المدنيون في حال القصف. طيب مهند، اليوم الثوار في درعا هم على جبهتين، ماذا عن الجبهات الأخرى ضد تنظيم الدولة في ريف درعا، وكيف هي الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق تحديدا؟ الجبهات مفتوحة في ريف درعا الغربي مع تنظيم الدولة الإسلامية. منذ قليل وصلني أخبار تفيد بأن تل عشترة الآن في محيط بلدة عتوان سقط بيد الثوار، حرره الثوار عفوا من تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرة الأخير عليه منذ أيام. الثوار يحاولون استعادة القرى التي سيطر عليها تنظيم الدولة في الأيام الماضية، حيث استغل التنظيم انشغال الثوار في المعارك في حي المنشية وطعن بهم بالخلف من خلال تقدمه إلى هذه القرى والبلدات وزرع خلايا نائمة استطاعت السيطرة على هذه المدن والبلدات جراء انشغال الثوار في المعارك في حي المنشية. نعم، مهند الحوراني الصحفي وعضو تجمع أحرار حوران، كنت معنا من ريف درعا، شكرا جزيلا لك.